شنو جهزت عروض حق الناس في رمضان؟ شوف يا حضرة المدير، أنا الصراحة البارحة ما نمت، سهران طول الليل، قعدت أقول بها وأفكر، قلت إحنا لازم السنة نسوي مشروع مختلف يكون غير نفس العام. إيه نفس العام، مشروع نص الفيلا علينا ونص عليهم، هذا المشروع كسر الدنيا تكسر. وش رأيكم من عيد السنة بعد؟ نص علينا نص عليهم. أنا من شفتك لابس النظارة وأنا غاسل يدي منك نفس الشيء، ما قلت شيء جديد. لا لا لا، أنا أقول يا طول العمر نسوي لهم تخفيض 50% وخلي الناس تستانس. 50% وين؟ أنت مو منك، أنت من هديج هذا اللي جايب لنا هني. هذا لو تسوي نقيت وتاكل أشرف لك. وش قال؟ قال 50%. يا حضرة المدير هذا الكلام ترى 50-60%، هذا الناس ترى الحين شبعت منه، تاليح مساكين حتى قفل الباب ما يحصلون. شنو أنت جبت من جد؟ يعني أنت حق السيدين يعني نفسنا حق 50% أحسن. ما عليكم منهم، أنتوا كتبوا لنا في التعليقات شنو تبون عروض حق رمضان. 50% يقول. والله ضحكني. صب كرك صب. يلا كرك كرك. وانت شلون عرض نفس العام؟ والله مشكلة. عطني عطني عطني.